لو قلت لك اقتل فلان او اسرق علان او اضرب زعطان، غالبا غالبا بتقول لا. لا هذه قد تكون بناء على اشياء كثيرة. البعض بيقول لك والله ديني يمنعني اني اقتل بغير حق، ديني يمنعني اني اسرق احد، ديني يمنعني اني اعتدي على اي احد بدون سبب. والبعض الاخر بيقول لك يا عمي الصح صح والخطأ خطأ، ليش اقتل، ليش اسرق، ليش اضرب، وانا ناقص اروح السجن ولا كرسي الاعدام؟ يعني الصح صح والخطأ خطأ، ولا انت خايف من عقوبة السجن والاعدام؟ المهم يعني كل واحد عنده سبب يمنعه، سواء كان مانع انساني او خوف من عقاب قانوني او ديني اللي هو. طيب لو قلت لك انه في منتزه كبير جدا، عالم افتراضي على ارض الواقع، ينفع اقول كذا اصلا؟ المكان هذا مليان روبوتات، بس مش اي روبوتات، روبوتات متطورة جدا ما تقدر تفرق بينهم وبين البشر. الروبوتات هذه تتكلم، تفكر، تشتهي، تشمئز، تشعر، تتألم زيها زي البشر، ومسموح لك ايها البشري انك تسوي فيهم اللي تبغى. تبغى تقتل عيش يا عم، تبغى تسرق غالبا ما راح تسرق لانه المكان هذا ما يجون الاثرياء، عندهم فلوس ما يحتاجوا يسرقوا. تبغى تمارس الرذيله بالطيب ولا بالغصب، بي ماي جيست. اي شيء تبغى تسويه في هذا المنتزه مسموح لك انك تسويه، ما حد بيقول لك لا اطلاقا. هذه ببساطه الفكره الاساسيه لمسلسل ويست وورلد. يا هلا والله بالجميع، معكم الوجيه، واليوم راح نلقي نظرة على مسلسل HBO الجميل والرائع والخارج عن المألوف، مسلسل ويست وورلد، وبدون حرق أكيد، فهيا نبدأ. حطوا لايك على الفيديو قبل ما نبدأ. مثل ما تكلمنا في أول الفيديو، ويست وورلد أحداثه تدور في المستقبل، المستقبل البعيد جدا على ما يبدو. التكنولوجيا فيه متطورة، متطورة لدرجة إنه الإنسان تمكن من خلق وعي يمشي على قدمين. الكائن هذا يحس، يتألم، يحب، يكره، يغضب، يحزن، يفرح، إنسان آلي. بس ما هو آلي تقدر تميز إنه آلي؟ نو، ما في أي فرق بيننا وبينهم ظاهريا، كأنهم بشر. بس الفرق إنه إحنا البشر صنعناهم، أو مثل ما يقولون في المسلسل خلقناهم. المهم في المستقبل خلاص أنواع الترفيه صارت معروفة، فقرروا بعض المستثمرين إنهم يعملوا منتزه ترفيهي من نوع آخر، مو منتزه ملاهي وقطار الموت والشواية والنبيلة والعجلة الكبيرة ذي، مش كده أبدا، منتزه لإشباع غرائز النفس البشرية. تروح هناك يا حبيبي تدفع فلوس، ومش أي فلوس، فلوس كتيرة قوي، وأصلا المكان هذاك مصمم لاستهداف الأثرياء عشان يجون يصرفون فلوسهم فيه لا أكثر يعني. المهم المكان هذا عبارة عن مدينة كبيرة جدا، تم تصميمها على الطراز الغربي أو الويسترن عشان تعطي الضيوف شوية أجواء فوضوية وأكشن وخيول وإطلاق نيران وحبال مشنقة ومن هالكلام. ببساطة كده يعني عشان نلخص الموضوع، المكان هذا مصمم لك عشان تخرج جانبك الحيواني والغير إنساني وتطلق عنان له. وضحت الصورة؟ حلوين. هذا بالنسبة لفكرة المسلسل الأساسية بشكل عام. طيب أحداث المسلسل وقصة المسلسل وإيش دور أبطال المسلسل؟ تجنباً للحرق طبعاً ما راح أغوص كثير في الموضوع، ولكن خليني أقول لك إنه عندنا مجموعة من البشر همهم الفلوس، وعندنا مجموعة ثانية من البشر همهم يكتشفون سر هذا المكان ويتوقعون كذا إنه في هدف أكبر بكثير لهذا المكان، ما هو مجرد متعة وممارسات بشرية سوداوية، يعني نفس اللي يؤمنون بنظرية المؤامرة وذا الكلام. وفي المجموعة الأخيرة وهم الروبوتات، أو خلينا نقول عنهم أشباه البشر، واللي البعض منهم بدأ يسأل السؤال الوجودي اللي سأله الإنسان قديما وما زال يسأله إلى الآن، من أين أتينا وكيف قدحت أولى شرارات الحياة؟ أوكي خلونا نرجع للواقع. فمثل ما قلت عندنا في المسلسل ثلاث أنواع من الأحداث أو الصراعات، صراع البشر الأثرياء مع غرائزهم الحيوانية ومحاولة بعضهم لاكتشاف سر هذا المكان، وصراع المستثمرين في هذا المكان وطمعهم في تطوير وتحقيق فلوس أكثر من وراء، وأخيرا صراع أشباه البشر أو الآلات مع ذاتهم ومحاولاتهم في اكتشاف سبب وجودهم وصراعهم برضو مع البشر اللي جالسين يتسلوا فيهم. طيب إلين هنا حلوين، المسلسل مناسب لمين بالضبط يا وجيه؟ شوف يا حبيبي، إذا أنت تابعت مسلسل ليفتوفرز وناسبك، فهذا المسلسل مو راح يناسبك، هذا المسلسل راح تفل عليه، راح تنبسط، راح تمخمخ عليه. ما هو لأنه نفس فكرة ليفت أوفرز، نو 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 نو، الفكرتين ما فيهم أي تشابه إطلاقا، ولكن الغموض والتعقيد الفظيع والأسئلة الفلسفية اللي يطرحها المسلسل مشابهة بنسبة كبيرة للأسئلة اللي طرحها مسلسل ليفت أوفرز. برضو إذا أنت تحب الخيال العلمي والفلسفي وتحس أنك تسأل أسئلة مو أي أحد يسألها، مثل كيف جينا لهذه الحياة وإيش هدفنا كبشر، وهل الأرض كروية ولا مسطحة، هل الكون شاسع ولا مجرد قبة،
الحبة؟ هل النجوم كواكب ولا مجرد فوانيس معلقة في السماء؟ والسؤال الأهم من هذا كله، هل نحن وحدنا؟ أوكي خلاص أمزح. الزبدة يا جماعة، إذا تحب الغموض، تحب الخيال العلمي، تحب الأعمال اللي تغوص داخل النفس البشرية وتخليك تكتشف خباياها وغرائزها اللي القانون والنظام العالمي حاجبها، تابع مسلسل ويست وورلد. بعدين تعال خليني أقول لك كذا، تدري إنه جوناثان نولن أحد صناع هذا المسلسل؟ كي وجيه نولن مو غريب الاسم، بس جوناثان نولن هو الأخ الأصغر للمخرج العبقري كريستوفر نولن، وساعده في كتابة الكثير من أفلامه مثل دارك نايت رايزز، مومنتو، ذا برستيج. إيش مو كفاية؟ أوكي ساعده كمان في كتابة إنترستيلر، أتوقع إني كذا أقنعتك. وحاجة ثانية برضو تعتبر نقطة من نقاط قوة المسلسل، المسلسل من إنتاج HBO الحمد لله، وكلنا عارفين أعمال HBO غالبا تكون مرة متعوب عليها ودائم مرتبة. وخلوني أذكركم إيش أهم أعمال HBO إذا أنتوا ناسين. عندنا مسلسل The Wire، واحد من أقوى مسلسلات الجريمة والتحقيق، وتقييمه 9.3 من 10 على موقع IMDb. عندنا برضو Game of Thrones، Band of Brothers، Leftovers، True Detective، Sopranos، Six Feet Under. وإيش كمان؟ اكتبوا لي في التعليقات إيش في كمان مسلسلات قوية من مسلسلات HBO. وخذ عندك كمان أيها المتابع العظيم، اللي كتب أو اللي صنع أو اللي ألف معزوفات مسلسل ويست وورلد هو رامين جوادي. وات؟ مين هذا؟ وإيش يصير رامين جوادي ده؟ من جدك جالس تسألني هذا السؤال؟ طيب يا حبيبي اسمعني، رامين جوادي هذا موسيقار ألماني من أصول إيرانية، كان مساعد للموسيقار العظيم هانز زيمر. تدري إيش أشهر المعزوفات اللي ألفها رامين جوادي؟ خليني أقول لك، رامين جوادي هذا الله يسلمك هو اللي صنع أو ألف معظم معزوفات مسلسل Game of Thrones. كلنا عارفين إنه واحد من أكثر الأشياء المميزة في Game of Thrones هي الموسيقى التصويرية أو الساوند تراك، من افتتاحية المسلسل لموسيقى النار والدماء وكيست باي فاير وبلاك ووتر ومعزوفة النايت كينج اللي خلتني أنا وإنت نحس بالبرد والخوف، ومعزوفات كل العوائل اللي في المسلسل. كل معزوفة حلوة سمعتها في جيم أوف ثرونز تراها من تأليف هذا الإنسان الرائع. حتى الأغنية اللي كانت من أجمل الأشياء اللي حصلت في الموسم الأخير، اللي كانت كلماتها هاي إن ذا هيلز أوف ذا كينج وهو أرغون جيني صوتي سيء ما يحتاج تقوله، بس عشان تعرفون ايش هي الهرجة هذه. المهم بالضبط هي دي، رامين جوادي هو اللي ألف اللحن تبعها، غير انه ألف معزوفات كثير ثانية لمسلسل بريزون بريك وفيلم ايرون مان الاول وغيره الكثير. وتقدرون تدخلون على ملفه في IMDb وتبحرون في عالم اعماله الكثيرة والرائعة جدا. فايب رامين جوادي انسان عظيم وموسيقار رائع يستحق الشكر ويستحق انك تعرف اسمه، فخليكم دائما فاكرين اسم رامين جوادي. المهم احنا جالسين نتكلم عن ايش؟ اوكي ويست وورلد. مثل ما قلت لك ايها العظيم، هالمسلسل مبني على اسس قوية جدا، من كتابة، من اخراج، من موسيقى تصويرية، من مؤثرات بصرية، من تمثيل، كل شيء فيه مثالي للأمانة. وأنا لسه ترى ما دخلت لك في عالم الممثلين، لأنه التمثيل شيء ثاني برضه. فإحنا نتكلم عن إد هاريس وإيفن رايتشل وود وتيسا تومبسون وجيمس مارسدن ولوك هيمسورث، يب أخو كريس هيمسورث وليام هيمسورث، وجيفري رايت وثاندي نيوتن وغيرهم الكثير من المبدعين اللي بيخلوك تنسجم مع المسلسل وأحداثه بأدائهم القوي والرائع جدا. والأهم من هذا كله واللي على ما يقول المثل، المهم دائما في الأخير. ما في مثل بهالنص، بس أنا متأكد أنه في مثل يخدم تسلسل الفيديو تبعي ومو عارف إيش هو. المهم يا جماعة، أنتم على موعد مع العظيم أنثوني هوبكنز. أخ بس خلوني ساكت، خلوني ساكت. إبداع إبداع، مين كلنا نعرف أنثوني هوبكنز يا جماعة. خلاص بخليكم انتوا تكتشفوا روعة أداءه بأنفسكم لما تتابعوا المسلسل. بعد كذا خلونا نسولف عن مواسم المسلسل كرأي عام لا أكثر، يعني عشان ما نغوص كثير في التفاصيل. يمكن بعضكم سمع أنه الموسمين الأول والثاني كانت من أروع ما يكون وفيها من الإبداع والقوة الشيء الكثير، وممكن برضو سمعتم أن الموسم الثالث كان مستواه أقل وممكن ما كان كويس وكلام كثير، ولكن خذها مني أنا أتفق، الموسمين الأولى جدا قوية، ولكن الموسم الثالث للأمانة جميل واستمتعت بكل حلقاته. وعلى ما يقول المثل، برضو ما عندي أي مثل مناسب للحدث، ولكن يب الموسم الثالث جميل، ما هو بهذاك السوء اللي وصفوه الناس أبدا، وانت شوف وحكم بنفسك. وبرضو المسلسل ما زال مستمر، ما خلص إلى الآن، وراح ينزل منه موسم رابع في العام القادم 2021. وبيني وبينكم يعني كذا أحس أنه مفروض كان ينتهي وخلاص يعني، بس يلا why not، إن شاء الله ما يخرب. بس كذا كفاية،
اتوقع اني اعطيتكم اهم الاشياء اللي تحتاجوا تعرفوها قبل تتابعوا المسلسل، واتمنى اني اقنعتكم تتابعوه، لاني من رمضان في انستغرام وانا قاعد اسوق لهذا المسلسل، ان شاء الله انكم تابعتوه وتتابعوه. فيب خلينا كذا نلخص اللي قلناه على السريع في الفيديو. اول حاجه عندنا قصه المسلسل عن منتزه كبير فيه روبوتات او اشباه بشر، مسموح للبشر الدخول لهالمكان وممارسه كل انواع الممارسات الوحشيه والغير وحشيه، الاخلاقيه والغير اخلاقيه براحتهم. بعد كذا عندنا الكتابة للرائع جوناثان نولان، وهو الأخ الأصغر لكريستوفر نولان، وبرضو شاركت معاه في الكتابة ليزا جوي علشان الأمانة الفكرية وكذا، بس ما أعرفها صراحة ولكن وجب أن أذكر اسمها. وبعد كذا عندنا الموسيقى من تأليف وكتابة العظيم رامين جوادي، وهو اللي ألف معزوفات مسلسل Game of Thrones وغيرها الكثير من المعزوفات الرائعة. والأهم من هذا كله شركة الإنتاج هي شركة HBO، واللي تعد أحد أقوى إن لم تكن الأقوى في مجال صناعة المسلسلات. وبس كذا نكون خلصنا. شاركونا في التعليقات إيش أفضل المسلسلات اللي قدمتها شركة HBO، وشاركونا آراءكم عن مسلسل Westworld، وهل تشوفون انه يستاهل يتمدد لاكثر من موسم ثالث ولا كان مفروض ينتهي. وفي النهاية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والضغط على زر الاعجاب عشان يوصل الفيديو لاكبر عدد من المتابعين. كان معكم الوجيه يمان الله.